مجلس الوزراء وافق أيضاً على تعديل بعض القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التسهيلات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج. وجاء القرار استجابة لما أثاره بعض المصريين الراغبين في استيراد السيارات، حيث سيتم قريباً إدراج التعديلات الإلكترونية الخاصة بالتيسيرات الجديدة في تطبيق إلكتروني. وقالت وزارة المالية إنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي بحيث لا يتجاوز سعر التخليص 3000 جنيه لاستيراد سيارة من دولة الإقامة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نرحب عبر سكايب بالأستاذ محمد رز، مدير مالي في شركة أو إحدى شركات تجارة السيارات. برحب بك يا أستاذ محمد. ويعني دعنا في البداية نتحدث عن مسألة التسهيلات الجديدة، إلى أي مدى هتعالج المشاكل اللي واضح انها ظهرت؟ يمكن انت كنت معانا لما صدر القرار في اول مره واتكلمنا عن انه مش هيكون مغري لكتير من المصريين ان هم ينزلوا سيارات بهذه القيود الكثيره والاشتراطات الصعبه. الى اي مدى هذه التسهيلات الجديده ممكن تعالج هذا الخلل؟ اهلا بيك يا استاذ. لو اتكلمنا الاول بنظره متفائله نقول ان طبعا النقط اللي ذكرت في التعديلات الجديده نقط تدعو للتفاؤل جدا، ولكن هي في الحقيقه لو اي حد بص لها نظره واقعيه شويه هيلاقي ان مش هتفرق كتير عن فكره القانون نفسه. اول لما ظهر اللي هو كان يبدو ان هو مغري جدا، ولكن الحقيقه اظهرت شيء مختلف يعني، والفكره لم تؤتي اكلها يعني. ف لو بصينا لها بنظره ايجابيه يعني نقول اه طبعا فكره انك تلغي موضوع الثلاث شهور الوديعه، وانك تلغي انك تثبت ان الورق مصدق عليه من البنك، وكل الحاجات اللي ذكرت بان هي اتلغت او يعني تم التيسير فيها، النقط اللي تم التيسير فيها نقط ايجابيه جدا ومبشره جدا. ولكن في بعض الناس وسمعنا ده فعلا على ارض الواقع بيقولوا ان في تخوف كبير جدا من ان النقط دي تكون محاوله لانقاذ ما يمكن انقاذه، لان اول كام شهر من المبادره ما حدش شاف كلام بيحصل على اقبال على ارض الواقع. ما شفناش يعني لو حد سالك مين في دايره معارفك او حد تعرفه حتى من بعيد اخذت خطوه ايه في الموضوع ده، مش ناس كتير اخذت الموضوع بجديه او كده. فالخوف ان كل لما تبدا تتساهل الناس تبص لها بنظره اللي هو الموضوع مش جاي او يستنى ممكن يكون في تسهيلات اكتر. والحقيقه انه يعني مع العلم انه لما بدات المطالبات اصلا بفكره السياره كانت سياره معفيه تماما من الجمارك بحكم مساهمه المصريين في الخارج بجزء كبير من ايرادات الدوله، لكن حتى لما ظهرت الامور بهذا الشكل وانه هيتم وضع وديعه السراد بعد 5 سنين بالجنيه المصري بدل الدولار، حتى الناس ما كانش عندها مشكله انها تعمل ده، لكن لقيوا كمان قيود كتيره جدا، اهمها مثلا فكره ال3 سنين ان ما تكونش العربيه عدى عليها 3 سنين. والناس في الخليج طبعا يعني ال3 سنين ديت المصريين بفئات مختلفه ما عندهمش الامكانيه ديت، موضوع اليورو وشهاده اليورو اللي موجوده حتى للمصريين في اوروبا، فالقيود كتير. يعني حتى لو انت محتاج نقد اجنبي ومحتاج تشجع المصريين ان هم يضخوا اموال بهذه الطريقه، ليه حطيت كل هذه القيود؟ ده اللي كل الناس قالته في الاول، وانا كنت واحد من الناس اللي كان ده رايي في الاول، اللي هو لو انت بتعمل مبادره لجذب شيء معين وليكن على سبيل المثال جذب سياحي مثلا، ما تعملش المبادره غير وهي مدروسه بنسبه 100%. دراسه 90% في المواقف اللي زي دي بتخوف الناس، 90 درجة عالية جدا من الدراسة بس بتخوف الناس. ال 10% اللي باقية دي بتفتح الباب للمستورد او المواطن اللي بيفكر يجيب سيارة جوه مصر، لانه زي ما حضرتك قلت كده اللي هو التخوف من ايه تاني اللي ممكن يظهر. يعني هو الاول حط لي شوية قيود كتير قوي، معلش لحظة، هو حضرتك محتاج عملة صعبة، محتاج دولار، طب ليه بتصعبها عليا؟ طب انت بعد شوية جيت سهلت لي الموضوع، طب يا ترى انا لو استنيت شوية التسهيلات دي هتزيد؟ فكل ده بيفقد الثقة وبيفقد المواطن فإن الموضوع كان مدروس من الاول. طيب ايه التسهيلات الاضافية اللي انت شايف انها لو تم اتخاذها في القرارات بشأنها الفترة اللي جاية ممكن تشجع المصريين في الخارج ان هم يعني يقبلوا على هذه الخطوة؟ والله هو بالنقط اللي ذكرت في التعديل الاخير ده انا شايف ان هم سهلوا كل حاجه، وكان اهمها نقطتين. نقطه ان انت لو اشتريت من
من الوكلاء في مصر هتعامل معامله المستورد. والنقطه الثانيه نقطه التقليص الجمركي، اللي هي ان الناس كان في عندها برضو، انا كمواطن عادي خالص انا مالي، انا عمري ما استوردت ولا صدرت، ماليش فكره صاد وتصدير او ان انا ادخل عربيه، فهعمل انا ايه؟ قصه يعني ايه اصلا تقليص جمركي؟ سهلوها عليهم وقالوا ان هيبقى في مخلصين جمركيين في مصر والحد الأقصى وهيتحط 3000 اساميهم، جنيه 3000 جنيه طبعا مبلغ مقبول جدا، وهتحط اساميهم على الابلكيشن اللي هو اللي الحكومه عاملاه. فانا شايف ان هم كده عملوا تقريبا غطوا معظم النقط اللي الناس كونسيرن او يعني قلقانه بسببها. متهيألي ما عادش فاضل غير ان عمر السيارة مثلا. لا انا شايف ان عمر السياره طبعا 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 المفروض ما يتحطش عليه ريستريكشنز، او ريستريكشنز تكون في حدود مثلا ماكسيمم من 3 لـ5 سنين. انا شايف ان الموضوع يدخل حيز التنفيذ السيستمي، يبدا عايزين وليكن حتى بعض، هقول لحضرتك لبعض الجهات الحكوميه تبدا باستيراد كام سياره من باب التشجيع. ولكن طول ما النهارده احنا شعب كله مستني مين اللي بيخاف ياخد هيبدأ المبرر، مين ويشوف. كل واحد مستني يشوف، كل واحد تمام مستني يشوف، مستني جاري او صديقي يعني اشوف حد الاول نجرب فيه، حد نجرب فيه الاول. صحيح، خصوصا الأمور كان فيها عوائق كتير في البداية. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد رزق، المدير المالي في إحدى شركات السيارات، شكرا على هذه المشاركة.